مباراة نادي صفاقس الرياضي وتطاوين في الجولة 11. لكي تشاهد هذه المباراة ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب المستضاف للمباراة ملعب استاد مونيسيبال بير الاحمر. اما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون كالتالي: في تمام الساعة الثانية بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة بيكون من توقيت قطر والسعودية والامارات. اما بالنسبة لقنوات الناقل لهذه المباراة قناة سي اس اس الناقل الحصري لهذه المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس على الكل لكي تتوصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضرب لكم موعد في موعد قادم.